بص الكاسيت بقى اللي هيطلع دلوقتي. وعملت يوم شيال يا عمي، ده انا براي 30 جمل علي مصر، فعرفوا الاخضر بين الجمل والجمل 3 سنين واكتر. ناديت على اخر جمل قلت له سوق وحصل، قال لي سيبني يا صاحبي ده انا مكوي على الجنبين وبتحصر. من بعد ما كنت بلبس حرير سندسي وبفصل، صبحت بلبس غالي عالناس وبتحصر. عجبي عليك يا زمن، فيك الصحاب الوان، فيك اللي لون الدهب واللي خسيس وجبان. وعجبي عجبي على راجل وظيفته الخبص والفتنة، بيجيب سيرتنا ولسه في بقه لقمتنا. وعجبي عجبي على راجل بيطلع في الأمارة عيوب، بيبقى بيته بالإزاز ويحد في الناس بالطوب. وعجبي على سيد أمره في إيد خدامه، الكيف أتاه وانحنى والمر خدامه، زرع زرعته هيشت والفقر خدامه، ومهرته رمرمت لما ركبها خدامه. الأولى والثانية والتالتة محتاج رضاك يا أم الحنان. الأولى ربنا وصانا في القرآن، والتانية وصى البشير بالبر والإحسان، والتالتة متكرمة من كفة الأديان. من غير رضاكي يما، من غير رضاكي ماليش في الجنة يما مكان. يا مونسة وحدتي ومخففة الآلام، يا نعمة يا نعمة من القرآن. لو عشت طول عمري أوفي، منين أجيب عمري يكفي؟ ليلك سيرتي حيرانة بيا في كل مكان. دي بداية الخلق آدم والحنان الأم، والسعي للرزق قال أصل الحنان الأم. ياللي انت بني آدم اوعى تهين الأم. يا مناس يا مناس يا ما يا ما يا ما ناس معاها الأم ومش حاسة بقيمتها، وناس من غير الأم حيرانة في عيشتها. شوف يتيم الأم أو عارف معزتها، لو جت سيرتها بيبكي جرب جرب فراق الأم. أوصيك وصية يا ولدي والوصية حساب، اليوم عطاك ربنا تعمل لبكرة حساب. وقل من مشي الندل يا حج تلتقي أحباب، اللي يشور الكبير اللي يشور الكبير، عمر اللي شار ما خاب. ونقي صاحب أصيل لا يعيب ولا يتعاب، ولا تمشي مع الندل ولا تمشي ورا الكذاب. يا عم ياسر ولا تمشي ورا الكذاب، دي الندل وقت اللزوم تلاقيه فص ملح وده. تحية الباشا ياسر والنبي.
نادي ياسر وده جوه عيوني يلي توب Yeah.
يا حبيب قلبي يا بتاع بدخله ابن السايب تحية بدخله واللي حاضر منها ورجالتها اللي زي العسل ليلة ليلة الصفا والحب جمعنا واللي حضر من القاهرة يقعد ويسمعنا من غير صلاة النبي ملناش هنا معنا بقول تلاتة علل في الزمن يخلوا أجدع الشنب على الباب الله 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 تلاتة علل في الزمن يخلوا أجدع الشنب على الباب دي علة من الزمن وعلة من الأهل وعلة من النساء وكل علة وليها عند الكريم حلال اللي علته من الزمن بيستنى فرج الكريم على الباب واللي علته من الاهل بيستنى العتاب على الباب واللي علته من النساء يموت بعلة ولو كان الحبل خير منه وراح تحكموا ست يبقى بلاش لسه يا ريس كم عله بقول عبد يجي يقول للصبر ده انا كنت من دورك ايوه وكنت وادع لي يا عم احمد واكل عشرة من دورك ما تزقنيش بالقوي يا ولدي ده بكرة هيجي دورك اوعى اوعى يا محمد
اوعى تحكم عليك الست خليك حر احسن لك. الله عليك. وان كان عشان مالها يبقى الفقر احسن لك يا تعيش راجل يا شغل البيت احسن لك. الدنيا زي الساعات بتقدم وبتأخر وناس دقيقة قوي لا تقدم ولا تأخر وناس زي الثواني كلها إحساس وناس زي العقارب بتلدغ في كل الناس وناس بتيجي لحد الجد وبتركن وإن كنت غاوي الرجال صاحب جدع له ناس سيبك من الند ده مشي الند لبي يا اخر. الله ينور. مش كل من يضحك لك قوام تعمله صاحب ولا كل من ظهر لك الود يتصاحب. اسمع لقولي يا اصيل وهقول لك دور على الصاحب. اتنين صحاب عايشين على الحلوه والمره قسموا الرغيف نصين ما زعلوش ولا مر سقاه الاول عسل بدلها التاني بالمره واللي يخونك مره عمره ما يتصاحب. خضر ضام المعصره
فيش حكومة ولا نيابة ياخد بيد الغلابة في الوادي الجديد. خلي خيلك ينام ولا غطي خزامي يا حلوة غطي خزامك خلي خيلك ينام ولا غطي خزامي
I'm not in.
نزلها بشريفة والبيت نزلها بشريفة وتتدلع والرقبة نظيفة والبيضة كل سنة وانتم